أمر بولاية الجزائر العاصمة محمد عبد الناصر ربحي باستلام مشروع الطريق الرابط بين الطريق الجنوبي الثاني باب حسن والدويرة في غضون شهرين من أجل التخفيف من الضغط المروري بالمنطقة. وحسب بيان لمصالح الولاية، قام الوالي اليوم السبت بزيارة عمل وتفقد طريق الرابط بين الطريق الجنوبي الثاني باب حسن والدويرة، ومن شأن هذا المشروع الهام أن يفك الخناق عن منطقة باب حسن والدويرة خاصة في حي عدل 3254 مسكن، وهذا بخلق مدخل ثاني مرورا بملعب الدويرة.